يا زهراء إلى جلالة عظمة فخامة سيدة الإعلام الحسيني إلى التي وصفها العدو والصديق من أنها تفرغ عن لسان أبيها أمير الوجود إلى دره الدرر العلويه واقحوانه اقاح العفه الفاطميه الى امثوله الكرامه والاباء وانموذج الصفاء والنقاء الى سيدتنا وتاج رؤوسنا زينه ولا نقول الكبرى فهي, فهي اسمى من ان, أن نصفها بذلك سلام, سلام سلام على احزانك الطويله سلام سلام, سلام على اهاتك الشعيله انا لنخجل ان نسلم على دموعك القاتله القتيله سلام عليك يا طوفان الألال ومجمع بحار الهموم والغموم نحن خدام أخيك القمر هكذا نسمي أنفسنا ومؤسستنا ولا نعلم هل يرتضينا أو لا لا, لا ندري بماذا نواسيك وكيف نواسيك فالهمينا وافهمينا يا مصدر الالهام والافهام في ساحه التبليغ والاعلام سيدتنا وتاج رؤوسنا من ذا الذي يمحو ذكركم أو, أو يميت, يميت وحيكم, وحيكم أو يدرك أمدكم وأنت حارسة الإعلام العلوي وأميرة البيان الحسيني وهل رأيهم, رأيهم مهما كان ومن كان وأينما كانوا, ومن كانوا, كانوا, كانوا يا, بنت يا بنت حيدر إلا فنت, فنت وأيامهم إلا عدت وجمعهم, وجمعهم الا بدت إلا وعيون اشياعكم المخلصين بانتظار قائمكم وان طال الامد سلام عليك سلام عليك في كل ثانيه من ثواني هذه الليله الموحشه وكل ان من اناتها سلام, سلام على, على إمامك, إمامك السجاد،, السجاد زين العباد وعليك, وعليك، وعلى جميع أسار, أسار آل محمد،, محمد كبارا وصغارا, وصغاراً. وهنا, وهنا نقول بمشهدك, بمشهدك يا سيدة, سيدة الطفوف لإخوتنا في الخدمة الحسينية, الحسينية، الذين, الذين وصلتنا رسائلهم يقترحون فيها ان يوقفوا برامجهم الحسينيه وان يبعثوا بالاموال التي ينفقونها في اقامه شعائرهم العاشورائيه لدعم واسناد مؤسسه القمر لانهم لا يرون كثير فائده فيما يقومون به في الحسينيات والمواكب ومن ان الشعائر الحسينيه صارت خليه من المضمون العقائدي السليم يوظفها رجال الدين من المراجع وغيرهم للتغرير بالشيعه والضحك على عقولهم ويستغلها رجال السياسه في الاحزاب الشيعيه الدينيه لمصالحهم الشخصيه اولا والحزبيه ثانيا وهكذا فان الجميع حولوها الى ساحه عبث بالعقول وتضييع للوعي العقائدي الذي يريده منا إمام زماننا, زماننا الحجة بن الحسن صلوات, صلوات الله عليه علي. علي. نحن, نحن لا نختلف, لا نختلف معكم, معكم في, في هذا التشخيص بل, بل نقول, نقول ما, ما هو أكثر, أكثر من, ذلك من ذلك وأشد حيث أن أكثر, أكثر من, من تسعين بالمئة من, من هذه المواكب والحسينيات, والحسينيات تعمل بنحو معاكس ومضاد للمشروع المهدوي الاعظم لا بوعي وقصد ورغبه منهم ولكن بسبب ما يقوم به مراجع النجف وكربلاء من صناعه الغباء والسفاهه والبلاده حيث يشحنون عقول الشيعه بذلك, بذلك عبر خطبائهم خطبائه الاغبياء السفهاء الابالسه اللعناء لكننا في الوقت نفسه نقول ونؤكد من ان الشعائر الحسينيه وما تقوم به المواكب والحسينيات على اختلاف مشاربها العقائديه واتجاهاتها السياسيه في الوسط الشيعي مهما كان فيها من عيب او خطا او نقص او زلل او شاع فيها من سفاهه او تفاهه هنا او هناك بسبب القائمين عليها وبها وما تعرضوا له من تجهيل وتثويل وتصنيع غباء في عقولهم من قبل العجول البشريه التي ينتمون اليها ويقدسونها من مراجع النجف وكربلاء المرجئه البتريين الى زعماء الاحزاب والتنظيمات والميليشيات الشيعيه القطبيه الفاسده يبقى هناك امر فوق, فوق كل ذلك, ذلك انه ذكر الحسين يا حسين يا حسين يا حسين ذكر الحسين في الثقافه المهدويه الزهرائيه الاصيله غايه وليس وسيله ومن هنا فكل, فكل الذي قيل ويقال من عيوب الشعائر الحسينية وإن كان حقيقا لن يشوه هذه الغاية المقدسة ضرر تلك العيوب والنقائص على القائمين بهذه الشعائر وهذا هو سعيهم وعملهم فماذا نصنع له فعيب اداء المصلين في صلاتهم لا يلحق عيبا بقدسيه الصلاه واهميتها ذكر الحسين مطلوب بنفسه فصرخه يا حسين لا بد ان تستمر ولا بد ان تعتلي القضيه اعظم من ان الحسين رمز للاصلاح في مواجهه الافساد وان كان كذلك ومن انه رمز للحق في مواجهه الباطل وان كان كذلك ومن انه رمز للعدل في مواجهه الظلم وان كان كذلك ومن 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 اذكروني اذكركم ذكر الله هو عنوان العلاقه بين الخالق والمخلوق بعيدا عن اي دين مرسوم بالوحي او غيره فالدين علاقه بين العبد وربه يؤاخذ به العبد ولا يؤاخذ به الله اما ذكر الله فهو روح العلاقه بين الخالق والمخلوق ضمن إطار, إطار الدين المشروع, المشروع إلهيا أو خارج هذا الإطار بالنحو, بالنحو الذي يرتضيه الله. الله فكذاك ذكر الحسين بما هو هو في الثقافة المهدوية الزهرائية الأصيلة حقيقة تتجاوز كل الذي ذكر من التفاصيل أو لم يذكر الغايه من خلقتنا بحسب عقيدتنا المستنده الى قرانهم وحديثهم صلوات الله عليهم تطبيق وتحقيق المشروع الالهي الذي يتجلى ابتداء بالظهور المهدوي والخلاص القائمي مرورا بالرجعه العظيمه وغايه ذلك الدوله المحمديه العظمى التي هي مشروع الله الاعظم يا حسين روح وحياه ومصدر طاقه كل ذلك والمجلى الاوضح لحقيقه معنى حسين مني وانا من حسين ايها الزهرائيون أيها الحسينيون, أيها الحسينيون أيها المهدويون, المهدويون يا أشياع الحجة ابن الحسن أيها المنتظرون حذاري, حذاري 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 ونقولها كرارا ومرارا حذاري حذاري حذاري, 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 حذاري أن تسيئوا فهم مقاصد برامج قناه القمر الفضائيه التي تدعوكم الى احترام عقولكم والاهتمام بالوعي الزهرائي والعقيده المهدويه السليمه فنحن لا قيمه لنا جميعا من دون يا حسين يا حسين هي التي انجبتنا يا حسين هي, هي التي, التي كونتنا وان, وإن كنتم, كنتم وجدتم, وجدتم فيما, فيما تقدمه مؤسسه القمر, مؤسسة القمر من وعي وفكر, وفكر عقائدي, عقائدي اصيل منفعه, منفعة عظيمة, عظيمه لكم فذلك لانها تنطلق من عميق فكر عنوانه في الفاتحه والخاتمه, والخاتمة يا حسين يا, حسين يا, يا حسين, حسين! يا حسين! يا حسين! حسين يا حسين, حسين, حسين! أمنا وأبونا, وأبونا فإيانا وإياكم, وإياكم من العقوق, العقوق لابد أن, أن تعرفوا ويعرف, ويعرف الجميع من دون يا حسين فإننا, فإننا لا نساوي فلسا ممسوحا, ممسوحاً والفلس الممسوح كثير, كثير علينا, علينا لكنها, لكنها اللغه القاصره والامثله, والأمثلة المتوفره, المتوفرة يا, حسين يا, حسين يا حسين يا حسين يا حسين اليها ننتمي, ننتمي ومنها نبدا واليها نعود بها نحتمي وبها, وبها نعوذ ونلوذ كل خير عندنا منها ونجار بها ان احاطت بنا الشرور قد لا نبكي قد لا نزور قد لا نلطم الوجوه او نلدم الصدور العوائق قد تعيقنا عوائق الزمان والمكان عوائق المشاكل والمشاغل لكن الاهم والاهم, والأهم من, الأهم من الاهم ان نكون في كل اوقاتنا, كل أوقاتنا وجميع حالاتنا اوفياء أو لاغلى عناوين وجودنا يا, يا حسين وان نحافظ على جذوه حماس خدمتنا, خدمتنا الحسينية, الحسينيه المهدويه, المهدوية متوهجه, متوهجة متقدة, متقده في عقولنا, في عقولنا وقلوبنا مهما فعله الاعداء بحقدهم والاصدقاء بغبائهم محاسننا وقبائحنا التي هي منا والينا في اجواء الشعائر الحسينيه وما يترتب عليها من الاثار الاجتماعيه والسياسيه والاعلاميه والتربويه ايجابا وسلبا نفعا وضررا ستبقى مهما, مهما بلغت, بلغت اهميتها جانبيه بالقياس, بالقياس إلى, استدامة الى استدامه ذكر الحسين متألقاً, متالقا سامقا في واقع حياتنا العقائديه والانسانيه معا اذ ان هذا له ارتباط وثيق ومباشر بالتمهيد لمشروع امام زماننا صلوات الله عليه وهذا هو واجبنا الاوجب وتكليفنا الذي له الاولويه الاولى في عهودنا وبيعتنا العقائديه لبقيه الله الاعظم تحيات مباركه تترى على فنائه الاقدس فليس من الحكمة اليمانية بأي وجه من الوجوه أن نقصر عامدين في إقامة الشعائر الحسينية التي نعرفها بسبب خلل فينا نحن الذين نقيمها ويؤدي ذلك إلى تعطيل ذكر الحسين صلوات الله عليه ومن ذا يستطيع ان يمحو ذكره. يا, يا, يا حسين يا حسين يا حسين كم, كم حاولوا اغراقك, إغراقك. يا, يا ايها الطوفان, أيها الطوفان الالهي العجيب, العجيب الجارف لقد جرفت امواجك, أمواجك المتلاطمه, المتلاطمة كل, باطلهم. كل باطلهم وانقذت سفينه, سفينة نجاتك, نجاتك كل حقنا, حقنا. يا حسين يا حسين يا, حسين, يا, حسين, يا حسين, حسين كم حاولوا ان يخدعونا بنعومه عقلانيتهم او ما يسمونه بمبادئهم العقليه لكن سر جنوننا بهواك جننهم يا من هواك اجمل الجنون يا حسين يا حسين يا حسين يا ذكرا سبحانيا يتجاوز الاذكار طرا ويطير محلقا يهزأ بكل عمق شاسع تدعيه كل الفلسفات ويا مسرعا الهيا عملاقا ليس الكترونيا ويا مسرعا الهيا عملاقا ومعجلا محمديا علويا كل المسافات الضوئيه وما بعدها تساوي عنده صفرا تراب ينسب اليه تراب كربلاء السجود عليه يخرق الحجب السبع ما قبل العرش وما عند العرش وما بعد العرش يا رقما ثابتا تستحيل عنده الزياده والنقصان وتتجاوز حدوده ما بعد اللانهايات لا تستطيع كل قوانين الرياضيات أن تحركه لا أن تغيره ولو على سبيل الافتراض يا حسين يا حسين يا حسين نعيش معها ونموت معها تلك اغلى امانينا زبده كل ما تقدم نقولها لاخوتنا واخواتنا وابنائنا وبناتنا جميعا نحن واياكم جزء من هذا الوجود الاجتماعي الحسيني الواسع باخطائه وسلبياته علينا ان نحافظ على وهج ذكر الحسين في كل زمان ومكان بقدر ما نستطيع وان نسعى بقدر ما نستطيع ايضا ان نبث الوعي في الوسط الحسيني ان يخلصوا انفسهم من قذارات العجول البشريه الجاثمه على صدورهم من مراجع الدين الخبثاء الشياطين وزعماء السياسه الشيعه القطبيين انهم العباسيون الجدد المرجئيون البتريون بتر الله ايامهم وانقذ الحسينيين المخلصين من شرهم وقرفهم علينا ان نذكر انفسنا دائما بما قاله الصادق صلوات الله عليه لو ادركت القائمه لخدمته ايام حياتي وما دعا به في سجوده وهو باكر اللهم ارحم تلك الصرخه التي كانت لنا يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين وختاما يا عقيلة العقائد وعزيزة, وعزيزة فاطمة هذه مؤسسة القمر للثقافة والإعلام, والإعلام ترفع أذانها العاشورائية صدا ضعيفا, ضعيفا لصوتك الهادر الملعلع عبر, عبر القرون حي, حي على, على ذكر الحسين حي, حي على, على ذكر الحسين, الحسين. ليلة, ليلة الحادي عشر من المحرم, المحرم. سنة, سنة ألف وأربعمائة, واربعمائة وأربعة واربعين, وأربعين للهجرة زهرائيون, زهرائيون نحن, نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون, زهرائيون نحن, نحن يا, يا بقية, بقيه الله والعشق, والعشق كربلائي